If I'm guilty, it means that I am the ultimate figure to fear, because I'm not the obvious one. في أحد الأيام عثر على فتاة بريطانية وقد طعنت حتى الموت داخل السكن المشترك الذي كانت تتقاسمه مع طالبة أمريكية، وعلى إثر ذلك أدينت الأخيرة بارتكاب جريمة قتل وتمت محاكمتها، على الرغم من أن جميع الأدلة تشير إلى أنها لم تكن في المنزل ساعة وقوع الجريمة. إذن من كانت تلك الفتاة الأمريكية؟ كيف وجدت نفسها في ذلك الموقف الحرج؟ وما الذي عجل بإدانتها على الرغم من عدم وجود أدلة دامغة؟ ولكن قبل أن نخوض في الأحداث، إن كنت أول مرة تشاهد محتوانا أو كنت متابعا غير مشترك بعد، فننصحك بالاشتراك وتفعيل الجرس وترك الباقي علينا. لنبدأ. نشأت أماندا نوكس في سياتل مع أختها الصغرى وأختين غير شقيقتين. كانت والدتها معلمة، أما والدها فكان يعمل في القسم المالي لمتجر محلي في ماكي. الفتاة التي نشأت في حي من الطبقة المتوسطة كانت رياضية متفوقة في كرة القدم، كما حصلت على لقب فوكسي نوكسي. ثم ذهبت أماندا لأول مرة إلى إيطاليا عندما كانت مراهقة، وزارت روما وبيزا وساحل أمالفي وأطلال بومبي مع عائلتها، فأصبحت متفوقة بالبلاد. وبالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد تخرجها من مدرسة سياتل الإعدادية في عام 2005 ودرست اللغويات في جامعة واشنطن، كما عملت في وظائف بدوائم جزئي لتمويل عام دراسي في إيطاليا، فكانت طالبة جامعية مثل الباقين، تحب إقامة الحفلات الصاخبة، محبوبة في وسطها. ولمواصلة دراستها في اللغويات غادرت واشنطن متوجهة إلى بيروجيا بإيطاليا، وكانت تنوي قضاء عام في برنامج جامعي للطلاب الأجانب. ومع تحول الأمور انتهى بها الأمر للبقاء لفترة أطول، فسكنت مع ميديث كيرشر البالغة من العمر 21 عاما والقادمة من لندن، والتي كانت تدرس في نفس البرنامج. وبعد فترة وجيزة من وصولهما إلى بيروجيا، حضرت أماندا وميريديث حفلة موسيقية كلاسيكية، وهناك قابلت طالبا في الهندسة يدعى رافائيل سوليسيتو، وعلى الفور وقعت أماندا في حب سوليسيتو الذي قالت عنه بأنه النسخة الإيطالية من هاري بوتر. وسرعان ما بدأت تعيش مع الشاب الإيطالي وتحب قضاء الوقت في شقته، لأنه كان منعزلا قليلا ويعيش بمفرده، وهنالك يمكن لهما الحصول على بعض الخصوصية، فيما كانت المشكلة الوحيدة هي أن الشقة كانت عرضة للفيضانات. وفي صباح أحد الأيام المشؤومة قررت أماندا مغادرة المبنى في انتظار انتهاء أعمال السباكة، وعادت إلى المسكن الخاص بها الذي تشاركه مع كيرشر للاستحمام والانتعاش. وعند وصولها إلى المكان لاحظت أن هنالك خطب ما، فقد كان الباب الأمامي للمسكن مفتوحا، مع العلم أن ميريديث تحرص على إقفاله باستمرار. وبعد دخولها نادت باسم صديقتها فلم يجب أحد، ثم أغلقت الباب وافترضت أنها نائمة. وأثناء الاستحمام لاحظت قطرات من الدم في الحوض، فشعرت بالذعر والهلع وهربت عائلة إلى حبيبها الإيطالي، ثم عادت لاحقا برفقته للتحقق من وجود علامات تدل على وجود اقتحام للمنزل. فتم البحث في غرفة أماندا الخاصة ولم يعثر على أي شيء، لكنهما لم يتمكن من فتح غرفة كيرشر، فاتصل سوليسيتو بالشرطة العسكرية الإيطالية، حيث وصل ضابطان إلى مكان الحادث، لكنهما كان من شرطة البريد وغير مجهزان للتعامل مع جريمة عنيفة. ونتيجة لذلك فقدت الأدلة التي كانت في مسرح الجريمة مع وجود ضابطين غير مدربين، واللذان ترك الطلاب يتجولون في المكان وبالقرب منهما. وعندما اقتحم غرفة النوم أخيرا فقد وجد جثث كيرشر، فركض جميع الطلاب الحاضرين بالمكان إلى الشارع وهم يصرخون. وعلى الفور تم احتجاز أماندا نوكس وصديقها رافائيل سوليسيتو واستجوابهما لمدة 5 أيام متتالية. وخلال الاستجواب المكثف
اعترف سوليسيتو بأن أماندا قد تكون غادرت شقته في الليل وعادت إلى المسكن المشترك، فقدم رجال الشرطة هذا السيناريو إلى أماندا، والتي وقعت على تقرير يقول بأنها عادت بالفعل إلى المنزل في الليلة التي وقع فيها الحادث، لكنها ذكرت لاحقا أنه تم استخدام القوة لانتزاع اعترافات منها أثناء الاستجواب. وبعد عدة أيام اتهم كل من سوليسيتو وأماندا بالقتل، وأدى ذلك إلى جدل دولي، حيث اعتقد خبراء الطب الشرعي الأمريكيون أن الأدلة في مسرح الجريمة واهية، وفي الواقع لم يتم العثور على الحمض النووي لأماندا في الغرفة التي قتلت فيها ميريديت كيرشر بوحشية. فعادة ما يفرز الشخص الحمض النووي أثناء جلوسه أو مشيه في غرفة ما، فيما كان جوليانو مينيني وهو محقق إيطالي ومدع عام مقتنعا بأن امرأة هي من ارتكبت الجريمة لأن الجثة كانت مغطاة، ووفقا له فإن الرجل لن يفكر أبدا في تغطية جثة وبطريقة مماثلة. أشارت أدلة الحمض النووي إلى شخص يدعى رودي غويدي، وهو صديق الإيطاليين وعاش أيضا في الشقة، وكان غويد قد اتهم بارتكاب العديد من عمليات السطو، ولكن لم تتم إدانته بعد، فتم القبض عليه في ألمانيا واعترف بالتواجد في مسرح الجريمة، لكنه صرح بأنه لم يقتل كيرشر، وأضاف أيضا بأن لا نوكس ولا سوليسيتو متورطان بأي شكل من الأشكال. وعلى الرغم من ذلك كان المحقق الإيطالي مينييني مقتنعا بأن أماندا نوكس وسوليسيتو متورطان في القتل، فتمت محاكمة غويد في أكتوبر من العام 2008 وأدين بقتل ميريديث كيرشر والاعتداء الجنسي عليها، وبذلك حكم عليه بالسجن 30 عاما وهو لا يزال يقضي العقوبة حاليا. كما تمت محاكمة نوكس وسوليسيتو معا في محاكمة منفصلة، حيث صور مينييني أماندا على أنها شابة أمريكية جامحة، وجرحت الشاب الإيطالي إلى عالم من الجنون والقتل، فاقتنعت هيئة المحلفين بالقصة وحكم عليهما بالسجن لمدتي 25 عاما و26 عاما على التوالي. بينما ساعد الدعم من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل قضية استئناف الذي تم عام 2011 وكان ناجحا بعد إطلاق سراح الثنائي أماندا وسوليسيتو، ولكن في تورط مأساوي، فقد أدين مرة أخرى في العام 2014 بعد أن تم رفض الاستئناف، ووجدت محاكمة جديدة أن الثنائي مذنب مرة أخرى. بالنسبة لأماندا كان الأمر أشبه بقصة رعب، وكان من الممكن أن تدمر حياتها إلى الأبد. ثم في العام 2015 وعندما برأت المحكمة العليا الإيطالية نوكس وسوليسيتو من أي تورط في مقتل الطالبة ميريديث كيرشر، فقد هرعت نوكس إلى مغادرة إيطاليا بأسرع ما يمكن. ولكن في أغسطس من سنة 2017 فقد أعلنت أنها ستعود إلى بيروجيا في العام 2018 كجزء من متابعة مذكراتها الأكثر مبيعاً حول نضالها الإيطالي. فلتعتقدون مشاهدين أن أماندا نوكس كانت بريئة أم مذنبة؟ وماذا عن إفادة صديقها الإيطالي؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل هذا الفيديو. في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.